بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد واله الطاهرين واللعنه على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين سبق وان قلنا بان الحكمه قد تكون مستودعة في قلب الإنسان وقد تكون مستقرة، ولكن كيف السبيل إلى جعل الحكمة مستقرة في الإنسان؟ قد يسأل سائل بأن ما هو العمل وما تلك المقدمة التي تجعل العلم يقترن بالعمل؟ في نهج البلاغة الإجابة الواضحة على هذا السؤال، لو أراد الإنسان أن يستفيد من كلمات أمير المؤمنين في حياته العملية، هناك مقدمة ترتبط بتهذيب النفس، وتهذيب النفس إنما قوامه بالخوف عن الله عز وجل ورؤية العاقبة، لتهذيب النفس بالخوف عن الله عز وجل التقوى التي هي وصيه الانبياء قبل موتهم اخر وصايا الانبياء تقوى الله عز وجل ان يحفظ الانسان نفسه عن النار ان يقي الانسان نفسه عن عقاب الله وعذاب الله ان يخاف الله عز وجل مخافه الله ورؤيه العاقبه هما انما يوجبان تهذيب النفس وعندما هذبت النفس وروضت النفس انما يكون هذا القلب قلب يدخل فيه الحكمه ويتجذر فيه الحكمه تتجذر الحكمه في هذا القلب ويكون في مقام العمل ايضا يقترن عمله بما في قلبه من حكمة وعلم. فالمهم إحياء القلب بالابتعاد عن الدنيا. أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في الخطبة رقم 230 يتكلم عن الزاهدين في الدنيا. هؤلاء هم الزاهدون في الدنيا. كانوا قوما من أهل الدنيا وليسوا من أهلها. هم من أهل الدنيا ولكنهم لا يفكرون في الدنيا فليسوا من أهل الدنيا وهذه عبارة بليغة جميلة قد يكون شخص معكم على مائدة الطعام ولكنه لا يأكل فهو معكم ولا يأكل فكره في مكان آخر أصيب بمصيبة خسر خسارة عظيمة فلا يشتهى الأكل وإن جلس معكم فالزاهد كانوا قوما من أهل الدنيا وليسوا من اهلها، يرون اهل الدنيا يعظمون موت اجسادهم وهم اشد اعظاما لموت قلوبهم، يفكر ان هذا القلب هل هو ميت هل هو حي هل هذا القلب كالحجاره او اشد قسوه ام هو قلب ينبض بالحياه وفي مقطع اخر يقول امير المؤمنين وان صبت عليهم المصائب لجؤوا الى الاستجاره بك يستجيرون بالله عز وجل علما بان ازمه الامور يعني الامور ومصادرها يعني مناشئها عن قضائك الامور كلها ترتبط بالله فهؤلاء لا يهمهم امر الدنيا والمشاكل يحلونها بالرجوع إلى الله عز وجل في الحديث الشريف إذا أحب الله عبدا ألهمه العبادة ومن قام بشرائط العبودية أهل للعتق الذي يقوم بشرائط العبودية مو صرف العقيدة أن يقول الإنسان أنا على عقيدة حسنة لا شراء يقوم بشرائط العبودية العبد القن هذا الذي يطيع مولاه في كل صغيرة وكبيرة ولا يخرج عن طاعة المولى فإذا يعمل بما يراه المولى مو أنه يسلم لما يقوله المولى فقط بلا عملين هذا كاذب هذا مو عبد وليس بمتعبد يقول الله عز وجل إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصُرُونَ إذا أتاه الشيطان تذكر يرجع إلى الله يبصر أمامه بصيرته تقف أمامه أن يسعى خلف الشيطان أن يسعى خلف الدنيا يبصر بأن آخرته النار لو اتبع الشيطان في الدنيا. اذا من يخاف الله، من يرى العاقبه هو الذي يوفق وتكون ارضيه له، تحصل له ارضيه جيده لتلقي الحكمه المستقره في القلب، مو الحكمه المستودعه. يقول امير المؤمنين ايضا في نهج البلاغه: فان تقوى الله عتق من كل ملكه ونجاة من كل هلكة الخوف من الله عتق من كل ملكة الشهوة تملكك الخوف من الله عتق من هذه الملكية الباطلة الزائفة الدنيا تملكك الخوف من الله عتق المال يملكك الخوف من الله عتق الرئاسة الحسد الصفات التي ترتبط بالشيطان تملكك البطن يملكك التقوى والخوف من الله عتق من كل ملكه ونجاة من كل هلكه بها يعني بالتقوى ينجح الطالب وينجو الهارب وتنال الرغائب عباد الله زنوا انفسكم قبل ان توزنوا حقيقه هذه العباره في اوجل البلاغة والأدب زنوا أنفسكم قبل أن توزنوا واحد هو خلي على نفسه رقيب حسيب في كل ليلة يفكر ما الذي فنع فعله ليس منا من لم يحاسب نفسه كل يوم حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا عباد الله زنوا أنفسكم قبل أن توزنوا وحاسبوها قبل أن تحاسبوا كما في الخطبة رقم تسعين في الآية المباركة هو الوزن يومئذ الحق مو أنه هذا أمر باطل هذا أمر خيال كلا وكلا والإنسان على نفسه بصيرة الإنسان يعرف ما الذي صنعه ما الذي يخطط لأجله ولعاقبته فيحاسب نفسه هناك يقف أمام كل انحراف قد يصدر عنه ويعود ويؤوب ويتوب الى الله عز وجل من كل انحراف صدر عنه سابقا. في نهج الفصاحه رأس الحكمه مخافه الله عز وجل. شنو من ثمار التقوى؟ الحريه. الحريه عن كل شيء سوى الله عز وجل. الحريه هل تقدر بثمن؟ كلا. الحرية من السجن لا تقدر بثمن فكيف الحرية من كل سجن دنيوي في الآية المباركة كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين الإنسان رهين بعمله بقوله حتى بأفكاره ما الذي يفكر فيه الإمام زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام في إحدى أدعية الصحيفة السجادية المباركة يقول بأنني يعني بان الانسان يستحق العذاب في اول فكره معصيه مو يستحق العذاب فقط وانما يستحق الخلود في النار بما يفكر فيه من معصيه بعد بلوغه مو العمل مو عصيان الله عز وجل بعد البلوغ والتكليف انفكر هذا الرجل الولد البالغ إن فكر في عصيان الله عز وجل، في معصية الله عز وجل، هذا يستحق الخلود في النار، ولكن لطف الله عز وجل لا يحاسب على الأفكار وعلى النية سلبا، وإن يجزي على الأفكار والنية إيجابا، طبعاً النية هي التي تسوق الإنسان نحو العمل. فالنبي عيسى يقول: لا تفكروا في الذنب ايضا، لان الفكر يسوق الانسان للعمل، من فكر في الفاحشه يحتمل ان يقع فيها والعياذ بالله، اما من لا يفكر في الفاحشه فلا يقع فيها قطعا. الخطوه الاولى للعمل الفكر. لذلك اصحاب اليمين الاحرار. كل نفس بما كسبت رهينه الا اصحاب اليمين، هؤلاء احرار. هؤلاء عباد الرحمن لا تستصدر منهم صغيرة ولا كبيرة إلا فيما هو رضا الله عز وجل هذه الحكمة العملية التي ينادي أمير المؤمنين سلام الله عليه والأئمة المعصومين والأنبياء السابقين كلهم ينادون بهذه الحكمة العملية يقول أمير المؤمنين كما في الكافي المجلد الأول صفحة خمسين يا أيها الناس اعلموا انه ليس بعاقل من انزعج من قول الزور فيه ولا بحكيما من, من رضي بثناء الجاهل عليه بعد ذلك يبين خريطه عمل المؤمن عندما يبدا هكذا يقول فاعلموا وانتم في نفس البقاء والصحف منشوره والتوبه مبسوطه الان يمكن للانسان ان يتوب اما في لحظه الاحتضار فتنسد صحيفه الانسان ولا توبه له. والمدبر يدعى والمسيء يرجى قبل ان يخمد العمل. يمكن واحد الان مدبر عن الله ان يرجع الى الله. يمكن للمسيء المسيء لا زال له الرجاء لقبول توبته. وإنابته إلى الله عز وجل قبل أن يخمد العمل ينتهي العمل وينقطع المهل المهلة تنتهي لا تبقى للإنسان مهلة وينقض الأجال ويسد باب التوبة وتصعد الملائكة تصعد الملائكة يعني الملائكة الموكلين الكرام الكاتبين الذين يحطون بالإنسان ويكتبون كل صغيره وكبيره له يصعد هؤلاء فينتهي الانسان اليوم عمل بلا حساب وغدا حساب بلا عمل خريطه حياه الانسان يرسمها امير المؤمنين في هذه الدنيا هكذا فيقول فاخذ امرا من نفسه لنفسه يعني خذ من نفسك لنفسك اعمل لاخرتك الان يمكن تصرف وقتك في العباده في التهجد في خدمه الاخرين في تزكيه نفسك تضغط على نفسك فتاخذ من نفسك شيئا ولكن لتقدم لنفسك شيئا اعظم بما لا يقاس العامل عندما يعمل ثمان ساعات ياتي ويعمل ويتصبب عرقا فيأخذ من نفسه ولكن ليعطي لنفسه عندما يأخذ أجرة عمله فيعطي لنفسه ولعائلته ما أخذ من نفسه هذه قاعدة بيع وشراء قاعدة الدنيا فأخذ امرأ من نفسه لنفسه واخذ من حي لميت يعني يمكن ان يعمل الانسان للاموات ايضا لمن له حق عليه لابيه لامه الذين ذهبوا الى تلك الدار انقطعت اعمالهم الا عن ثلاث ولد صالح يدعو له فياخذ من نفسه ليقدم لاولئك الاموات واخذ من حي لميت ومن فان لباق ومن ذاهب لدائم. هذه النفس تفنى وتلك النفس عندما تنتقل يعني نفس الانسان تنتقل للاخره تبقى. هذه النفس ذاهبه زائله. فخذ من نفسك الذاهبه لنفسك الدائمه الباقيه. بإبقاء الله عز وجل لها. ثم يقول أمير المؤمنين امرأ ألجم نفسه بلجامها هذا من تشبيه المحسوس معقول بالمحسوس ألجم نفسه بلجامها اللجام الذي يجعل على الحيوانات كالفرس وزمها بزمامها زمام زمها يعني شد الزمام على نفسه ولكنما هي نفسي اروضها بالتقوى فامسكها بلجامها عن المعاصي وشبهت المعاصي بما يخرج عن الفم فاللجام انما هو يوضع على فم الفرس فكانما لا يتمكن الانسان ان يتكلم عندما الجم فمه بهذا اللجام فامسكها بلجامها عن المعاصي وقادها بزمامها الى طاعه الله ويجرها بالزمام بهذا الحبل المشدود الى طاعه الله عز وجل هكذا فليفكر الانسان هذا من يفكر في اخرته من يرى العاقبه فالجوارح والجوانح العمل والعقيده امران متلازمان مثلا لاحظوا ورد طهروا افواهكم فانها طرق القران كما في البحار طهروا افواهكم يعني لا تقول الخبيث ولا تاكل الخبيث هذا الفم طريق القران عندما تتلو القران فهذا طريق القران فطهروا افواهكم يعني فليكن كلامك وطعامك صالحا هذا يقترن بما في القران من مطالب حقه ومن معارف ساميه. والا ما اكثر من يتلو القران والقران يلعنه، رب تال للقران والقران يلعنه، هنا رب للتكفير. ما اكثر المخالفين الذين عن تعصب يحفظون القران المتطرفين التكفيريين الوهابيين. هؤلاء يقرؤون القرآن ولكنهم أشد الجنايات في التاريخ يرتكبونها كما في الدواعش اليوم في العراق والسورية لماذا؟ هذا القرآن أليس هو نور؟ أليس هو شفاء لأمراض القلب قبل أمراض البدن؟ طبعا ولكن هذا القرآن يجب أن يخرج من فم نظيف أن يكون في قلب نظيف، أما القلب الذي أشرب بغضا لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. هذا القرآن يزداد وبالا على صاحبه. فالإنسان يجب أن يتوكل على الله عز وجل في حياته العملية. أن يعتمد بما يراه الله عز وجل له. أن يرضى بما رضي الله له، ان يرضى بقسمته، ان يرتبط باهل البيت ويتوسل بهم حتى هذا الجانب عنده جانب الله وملائكته والانبياء والمرسلون والائمه هذا الجانب يقوى عنده امام جانب الشيطان والدنيا والنفس نفسي وشيطاني والدنيا والهوى كيف الخلاص وكلهم اعدائي، هذه النفس الاماره مع الشيطان والهوى والدنيا وزبارج الدنيا والاموال والشهوات الموجوده في النفس كلها في جانب اليسار. والله عز وجل والملائكه والانبياء والمرسلون والائمه في جانب اخر والنفس اللوامه في جانب اخر. لو اعتمد الانسان على هذا الجانب قطعا ينفصل قلبه عن الدنيا ويرتبط بالله عز وجل هذا المهم ان يطلب الانسان منه اما الركون فيركن الى الله اما الركون لغير الله عز وجل في كل صغيره وكبيره فهذا سفه الامام السجاد عليه افضل الصلاه وازكى السلام يقول في الصحيفه السجاديه دعاء رقم 28 ورأيت ان طلب المحتاج الى المحتاج سفه من رأيه وظلة من عقله. المحتاج هل يطلب من المحتاج؟ الفقير يجي يطلب من الفقير المال؟ فكل المخلوقات انما هم فقراء بالفقر الامكاني. والغني المطلق هو الله عز وجل وهذا الغني المطلق اعطى لمجموعه من خيره خلقه وهم المعصومون عليهم افضل الصلاه وازكى السلام اعطاهم كل شيء بارادته فالارتباط بهؤلاء ارتباط بالقوي المطلق واعتماد على القوي المطلق فعندما حصل الارتباط بالقوي المطلق هذا القلب يتقبل الحكمة ولكن من الضروري تهيئة المقدمات هذه الحلقات السابقة إنما ذكرناها لبيان جانب من عظمة أمير المؤمنين لبيان أهمية هذا الكتاب الشريف ولضرورة تمهيد النفس لاستقبال كلمات أمير المؤمنين هذه الكلمات حتى تدخل في اعماق الانسان، تمتزج بلحم الانسان ودمه وفكره، حتى تظهر حكم امير المؤمنين على اقوال الانسان، على افعال الانسان. هذا يمكن ان يصل الانسان ان اراد ذلك. اما صرف الاستماع الى كلمات امير المؤمنين، هذا لا يوجب هدايه للانسان ان لم يقرر ان ينفصل عن الدنيا. طبعا هناك خطوات مو في اليوم الاول واحد تصبح لديه ملكه العداله وانما من صفه الى حاله والى ملكه مو من اليوم الاول يمكن للانسان ان يترك كل شهواته ولكن اعينوني بورع واجتهاد وعفه وسداد يمكن للانسان ان يسيطر على نفسه الانسان يعتاد على ما عود نفسه في اليوم الأول كان من الصعب أن يستيقظ لصلاة الصبح، ولكن بعد فترة عندما عود نفسه من السهل أن يستيقظ لصلاة الصبح. في اليوم الأول من شهر رمضان يحس بحرارة الجوع وألم الجوع، ولكن في الأيام المقبلة في الأيام في العشرة الثانية من شهر رمضان لا يحس بضرر ولا بألم ولا بجوع ولا بعطش إلا بمقدار يمكن أن يتحمله. فالانسان من طبيعه الانسان ان يتعود بما عود نفسه، ان عود نفسه بالرضوخ لشهواته فيرضخ، ولكن ان غير هذه العاده السيئه الى عاده ان يقف امام شهواته التي تبعده عن الله عز وجل، لانه عندنا ماكو افراط ولا تفريط في الشهوات، عند القساوسه اكو تفريط بالنسبه الى الشهوه الجنسيه وعند الاخرين اكو افراط في الشهوه الجنسيه ذاك لا يتزوج عليه ان لا يتزوج وهذا ان يفعل كل ما يشاء ولكن في الدين القويم في الاسلام هناك الحاله الوسطيه يراعيها الاسلام في كل شيء الانسان المهم ان يسيطر ان لا يكون عبدا لشهواته وانما شهواته في أمرته وتكون عبداً الله يطلق زمامها في الحلال ويمسكها عن الحرام هذا الرجل بالمرور بمرور الزمان يمكن أن يسيطر على نفسه أسأل الله عز وجل أن يجعل قلوبنا قابلة لتلقي كلمات أمير المؤمنين وأن يجعل جوارحنا مما يظهر عليها تلك الحكم بفضله وجوده وما ذلك على الله بعزيز هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين